رونالدو قد يلعبان سويا الموسم المقبل بألوان نادي باريس سان جيرمان. هو الحلم الذي يبدو أن الملاك القطريين لنادي الفرنسي عازمون على تجسيده وفق ما أكدته تقارير فرنسية. أن الناصر الخليفي رصد ميزانية ضخمة لتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الستة الأخيرة. وإن كانت مهمة رئيس باريس سان جيرمان في تحقيق حلمه صعبة، إلا أن القيمة المالية التي رصدها بقيمة 300 مليون أورو قد تجعل ما يبدو حلما حقيقة. المصدر الذي نقل الخبر على لسان مقربين من الخليفي أكد أن هذا الأخير وعد ببذل كل ما في وسعه لتحقيق أحلام الباريسيين برؤية لي ورونالدو سويا بقميص البي اس جي الموسم المقبل.